يعني واضح تماما ان الجانبين الروسي والامريكي يسعيان الى مزيد من بعث الرسائل، الى بعث رسائل اضافيه للطرف الاخر بانه اذا صعدتم سوف نصعد. الجانب الروسي اعلن عن مناورات واطلق مناورات في عدد من بلدان العالم وبدا بنشر اسلحه في بيلاروسيا بمقتضى الاتفاقيات بين الطرفين. كل هذا ياتي في اطار التصعيد ربما للتحضير لاوراق قوه في المفاوضات والمباحثات الروسيه الامريكيه بشان الضمانات الأمنية التي كانت موسكو قد طالبت بها وأرسلت رسالة للولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. إذن هي أوراق ضغط لدى كل طرف يقدمها ويطرحها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل في المفاوضات. هو سباق بين طبول الحرب وبين الدبلوماسية. نعم، وضمانات أمنية. يعني دول أوروبية عدة سيد سامر اتخذت دور الوساطة لردع روسيا من شن أي هجوم عسكري في أوكرانيا. برأيك هل ستؤثر هذه الضمانات، هذه الوساطات عفوا، على مواقف الروسية؟ الجانب الروسي على الأقل رسميا يعلن بأنه لا ينوي غزو أوكرانيا وليست لدى روسيا أي نية بعمل عسكري في أوكرانيا. هي تطالب بتنفيذ اتفاقيات مينسك التي كانت تم التوصل إليها في عام 2015. هذه المبادرات بعضها إيجابي ربما من وجهة نظر روسيا وبعضها سلبي لمن طوت عليه من رسائل دعم إضافية لأوكرانيا وتزويدها بعدد من أنواع الأسلحة الجديدة التي ترى روسيا بأنه يساهم في تعنت الجانب الأوكراني وعدم التزامه بتنفيذ اتفاقيات مينسك. الجانب الروسي سوف يبقى منفتحا على الجهود الدبلوماسية وعلى الحوارات مع القوى الفاعلة الأساسية وأخص بذلك الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى واللاعبين الأوروبيين الأساسيين مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي في ذات الوقت لن تغلق باب الحوار حتى مع أشد منتقديها مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أو الأطراف الأخرى التي موقفها واضح منذ فترة طويلة بالعداء لروسيا في داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الناتو. الهدف الأساسي ربما لروسيا من موضوع أوكرانيا هو الوصول إلى صيغة جديدة للضمانات الأمنية والأمن في أوروبا بمقتضى ما طالبت به روسيا في رسالة الضمانات التي ذكرناها. طيب سيد سامر، كل هذه المعمعة لا نجد دور للجانب الأوكراني وهي الدولة التي يتم الصراع حولها. يعني الجانب الأوكراني هناك جهتين، هناك نظرتين لهذا الموضوع. الأولى أن أوكرانيا حاليا هي محج ربما تحولت كييف إلى عدد من القادة الأوروبيين والدوليين الذين زاروا كييف في الآونة الأخيرة، بعضهم لأسباب تتعلق بقضايا داخلية في داخل بلدانهم مثل بوريس جونسون الذي زار كييف من أجل الهروب ربما من ملاحقاته القضائية بسبب الحفلات التي أجريت في زمن الحظر بمقتضى كورونا. ماكرون أيضا أمام انتخابات مصيرية في فرنسا على ضوء تراجع شعبيته هناك. كثير من الدول التي تزور كييف وتريد إعلان تضامنها مع أوكرانيا لأسباب داخلية ربما للهروب من هذه الأمور. الجانب الأوكراني حتى الآن تصدر تصريحات منه هو سعيد بهذا الدعم الغربي الكبير وغير المسبوق بمساعدات عسكرية ومساعدات اقتصادية، كان لافتا أنها كبيرة جدا ومختلفة عن الدعم الذي قدم لها منذ عام 2014 منذ ضم القرم وبداية الأحداث في دونباس. هناك مواقف أوكرانية ربما تتعلق أيضا بأنها لا تستطيع تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية بشأن أوكرانيا وتريد من الجانب الغربي الضغط على روسيا من أجل تعديل هذه الاتفاقيات، نظرا لأنها حسب وصف مستشار الأمن القومي الأوكراني تم صياغتها تحت فوهة البندقية الروسية المسلطة على أوكرانيا بوجود شهود هم أعضاء مجموعة النورماندي فرنسا وألمانيا. جزيل الشكر على قبول الدعوة وعلى هذه التفاصيل. ضيفي من الدنمارك سيد سامر الياس، كاتب مختص بالشأن الروسي، شكرا لك.